إسرائيلية، وفي مجال المفاوضات جعلت الدول العربية في مكان المبادرة. أنا أعرف أنه يثير كثير أحيانا من النقاش الآن عن فائدتها وسحبها والكلام هذا الحقيقة اللي ما يفهم حقيقتها والسياق اللي طرحت فيه وأهميتها بالنسبة لقضية فلسطين وقضية العرب. طبعا أعلن استراتيجية الأمن القومي اللي تبنى فيها مبدأ الضربة الاستباقية والحرب الدولية على الإرهاب وموضوع نشر الديمقراطية والغطاء للتدخل في كثير من الأمور. مرة أخرى في نشر الديمقراطية نتكلم عن سياسة الدول، يعني صعب أن أحد يقنعني ب يعني إخلاص النية في هذا الموضوع. معارضة الهجوم على العراق السعودية تراها عارضت بوضوح وكانت نقطة يعني شد وجذب مع الحكومة والإدارة الأمريكية. احتلال العراق تم للأسف، جت 2006 أكدوا الاستراتيجية هذه، دخلنا في تبعات احتلال العراق. طبعا 2003 و2004 كانت العمليات دي في داخل المملكة العربية السعودية، ولو لاحظ سياقها يعني في فئات متطرفة حاولت تستغل الأحداث والجو وغزو العراق، وحنا بالتبعية ترى جتنا الأحداث هذه، لأنه مع الأسف الشديد التصرفات الأمريكية ومحاولة ربط السياسة السعودية بالسياسة الأمريكية يستغلها البعض في الإضرار في المملكة العربية السعودية. وقامت الحملة الوطنية اللي وصفناها بأنها شاملة وفعالة في مجال الإرهاب، في مجال المملكة العربية السعودية من أصعب المناطق في التعامل مع الإرهاب، خاصة هذا النوعية من الإرهاب، نظراً لطبيعة المجتمع وتأصل الإسلام فيه والتشويش اللي يحصل من محاولة استغلال واختطاف هذه الجماعات لموضوع الإسلام والعاطفة الإسلامية. فيعني الجهد اللي بذل في المملكة في محاربة الإرهاب الحقيقة جهد استثنائي ونموذج يعني يجب أن يحتذى. سارت المؤتمرات والنشاطات، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب اتهمونا بالإرهاب، تعالوا خلنا نشي منظمة دولية في الإرهاب ضد الإرهاب، وعقد في الرياض والاقتراح حق المملكة ما زال على الطاولة، ما حد أخذ فيه لعقد إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب. القمة الإسلامية الاستثنائية للحوار بين المذاهب، جولات الملك سلم الله في 2006 و2007 للشرق وأوروبا، وفي زيارة مهمة في 2005 لأمريكا هي اللي هدأت جزء من التوتر، ومحاولة أيضا الارتباط بالشرق والبحث على أسواق جديدة للنفط، محاولة إعادة التوازن وعدم الاعتماد كليا على السياسة الأمريكية نتيجة لتوجهاتها. طبعا 2007-2008 جاءت الأزمات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وواكبها مؤتمر جدة للطاقة لمحاولة يعني واكبها النشاط الدبلوماسي، خلينا نختصر الحوار بين الأديان، وهذه الأشياء اللي أشرنا، هذه اجتماعات الجي اي. فلو لاحظنا السياق نجد أنه بالفعل كانت فاعلة السياسة الخارجية السعودية في التعامل مع التحديات اللي فرضتها يعني أحداث سبتمبر، أو بالأصح اللي فرضتها ردود الأفعال الأمريكية اللي ما كانت عقلانية بالحقيقة أو يعني متزنة في التعامل مع أحداث سبتمبر. الآن نشهد إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو ترى ما زال النقاش مطروح هل في تغيير حقيقي في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية أو لا، ولكن واضح أنه ما أعلن أنه محاربة التطرف، لاحظوا بدل محاربة الإرهاب صار المصطلح محاربة التطرف، وهذا مصطلح بالحقيقة له مدلولات أفضل بكثير، و يعني محاربة منظمة معينة اللي هي القاعدة، ميل للتعاون الجماعي، تفضيل الدبلوماسية عن عمل عسكري، انعكست هذه الأشياء في الاستراتيجية، ولكن العبرة هو بالخطوات العملية اللي يعني لسه ما يعني لا بد أن نشاهدها تغيرات على الواقع عشان يعني نقتنع بما حصل. الاستنتاجات أحاول يعني أيضا أختصر، وهي نقاط عامة. ما في شك أن السياسة الخارجية بتوفيق الله حققت نجاح كبير في احتواء التهديدات، خاصة التهديدات المباشرة لتداعيات أحداث سبتمبر، وخاصة على مستوى العلاقات الحكومية. ما في شك أن العلاقات الحكومية بالذات مع حليف استراتيجي مهم زي الولايات المتحدة الآن في مراحل أفضل بكثير جدا
مما كانت عليه بعد الأزمة مباشرة. وهذا نتيجة لحكمة التصرف السعودي ويعني اتضاح بعد الرؤية وعقلانية التعامل مع الأحداث. السياسة الخارجية السعودية أبدت بالحقيقة قدرة عالية على التكيف ومواكبة المرحلة الخطيرة، فهي ما زالت على ثوابتها على الأهداف والمبادئ اللي تكلم عنها الدكتور عبد العزيز، ولكن في الآليات بالحقيقة تكيفت وأخذت صفة المبادرة والفعالية، وخاصة في التصدي مباشرة للنقاط الأساسية في تهديد مصالحها. لما ننظر للوراء الآن ونشوف اللي جرى الجهد من خلال الرسم اللي قبل قليل وضحناه، نجد أنه هذه السياسة الخارجية تبدو بالفعل كان في استراتيجية تم تبنيها شاملة وفعالة. يمكن حنا نسمع مؤتمر هنا مؤتمر هناك وعملوا كذا ولقاء، لكن ما انتبهنا للصورة الكلية. وهذه الاستراتيجية الفعالة بنت على أيضا تناغم مع التغييرات والسياسات اللي اتخذت داخليا، وهذا يؤكد الارتباط الكبير بين السياسة الخارجية والداخلية اللي أشار له الدكتور سعود. في عالم اليوم أصبح تداخل كبير جدا بين السياستين، ولا بد أن يكون في تناغم واتفاق بينهم، ولا تنجح أي سياسة خارجية دون أن تبني على سياسات داخلية تدعمها. وللأسف التداعيات بشكل عام يعني عمقت بيئة التوتر في المنطقة، مع الأسف أيضا الصراعات المتوقعة إقليمية ودولية. مرة أخرى أقول أنه في لها أسبابها المحلية والإقليمية، ولكن ما في شك أن السياسة الخارجية الأمريكية عمقت هذه البيئة، ولم كانت هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل اللي كانوا يتهموننا فيه. طبعا هم لهم رؤيتهم، حنا نتكلم كناقدين يعني ومن رؤانا المحلية. أختم ببعض العبارات. يعني بالحقيقة التعامل السعودي مع هذه الأزمة، احنا نقول كيس ستادي بالفورين بوليسي دائما، ياخذون مثلا أزمة الكوبية ككيس ستادي دائما. احنا بالنسبة لنا المفروض نطور الكيس ستاديز حقتنا، فهذه كيس ستادي مهمة جدا لكيف تتعامل الدول النامية مع الأزمات. الحاجة لا زالت ماسة وستستمر لمعالجة التأثيرات السلبية، مو مع الحكومات، أنا أتكلم عن النخب والرأي العام في الغرب والعالم. الدبلوماسية العامة اتخذتها المملكة، ويجب أنها تتوسع في هذا المجال. وإحنا شفنا الكلام اللي ذكره سعادة السفير فيما يتعلق باليابان، وبالحقيقة هم النشطين في هذا المجال، محاولة إنه ربط المجتمعات ببعض، ربط القطاعات ببعض، وليس فقط العلاقات السياسية الرسمية الحكومية. يعني لدينا الكثير السعودية كدولة وكمجتمع وكأفراد وكثقافة وأشياء كثيرة نعتز بها، والمفروض أن نوصلها بالطريقة الصحيحة. إذا ما وصلناها بالطريقة الصحيحة حيأتي من يستغلها ويعني له مصالح ضدنا ويسيء تشويه يعني صورتنا. اليقظة مطلوبة والحذر. يعني السياسة الخارجية السعودية ومنهجها من ناحية المبادئ والأهداف أثبتت فعاليتها ونجاحها وحتى خصائصها في التعاطي، وهذا يعني يدعونا إلى أن نتمسك بها، لأنه الآن في شيء تجاذبات أسمعها في ناس دائما متحمسين ومندفعين يبغون الدبلوماسية السعودية تسير باتجاهات ومغامرات يعني قد يكون أفقها ضيق ومبنية على العاطفة. المفروض أن نبقى على هذه الثوابت اللي أعتقد أنها حكيمة وأثبتت فعاليتها عبر الزمن وعبر الأزمات. هذه من الأزمة الوحيدة اللي مرت بها المملكة العربية السعودية. وأخيرا يعني أقول أنه ما حققت السياسة السعودية الخارجية في مواجهة التداعيات شاهد على قدرات ونجاح الدولة السعودية، ويستحق مننا كمواطنين أننا نقدر ونعتز القائمين عليها ونعتز بها.